كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بيعلن تجديد الكابتن شريف اكرامي على عقده للنادي الاهلي على بياض لمده سنتين. كان كلام كتير اثير الفتره اللي فاتت، شريف ممكن يخرج، شريف ممكن يبعد، الراجل النهارده بيجدد على بياض. انا في رايي كان اكبر تحدي للنادي الاهلي لم يكن في صفقات الشتاء ولكن في التجديد لهؤلاء. ايوه، نجوم يصنعون الفارق مع اي فريق. صحيح. فانا اعتبر من صفقات الشتاء تجديد حسام عاشور، تجديد اكرامي، تجديد وليد سليمان، تجديد هاني محمد هاني، وتجديد باسم علي. وفي الطريق لم يتبقى الا كابتن احمد فتحي والكابتن عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. وطبعا الكابتن احمد عادل عبد المنعم الذي له رؤيه يتفق معه فيها الجهاز الفني ان هو محتاج يلعب، يريد ان يجد فرصه ربما يراها تاخرت عنه كثيرا يعني. صحيح. اذا هذا السعي الى الاستقرار يدعمه رغبه ابناء الاهلي جميعا في تحقيق هذا الاستقرار. ايوه. وان النادي الاهلي يقدرهم، هم واثقين من هذا الكلام. فالتوقيع كله بنفس السمة، سنتين سنتين سنتين، وان كنت ارجو ان نخرج من حدود السنتين عشان ما افاجئ يعني. اللي خرج عن حدود السنتين باسم علي ومحمد هاني لصغر السن ودادهم اطول، لكن مش عايز اكتشف ان انا فجاه بجدد لنفس المجموعه اصحاب الخبره مره واحده كل مره، في ذات التوقيت بتبقى عبء اداري شديد وفني على الفريق ومالي. ما هو نتيجه انه عبء مالي يعني. فالمدد لازم تتفاوت شويه لنصيحتي يعني. انما هو نجاح للجهاز الفني والاداري، ونجاح لاختبارات عديده في عشق المكان، والتاكيد على ان احنا اصبحنا جزء من المكان ومش وارد ان احنا نخرج. هنتكلم في حقوقنا، ده حقه. وعندما يقترب الاهلي من تحقيق احلامهم مش ضروري بنسبه 100% ولا بنسبه يعني، لو 75% ويقعدوا في النادي الاهلي هم كسبانين واحنا كسبانين بالتاكيد.